أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولات في أهم العناوين. في المدى، تظاهر لعمال المحال التجارية والمولات في بغداد احتجاجا على قرار حظر التجوال. في الزمان، الأمريكان يختبرون منظومة سيران فوق بغداد وتحسب إسرائيلي لهجمات إيرانية من العراق. في ألترا عراق، موقف وبائي مثير للقلق في العراق بأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا. في العربي الجديد، إصابات بين الأطفال بسلالة كورونا المتحورة في العراق. في القدس العربي، منظمة حقوقية تنتقد الصمت الغربي على القصف الحوثي للمدنيين في مأرب. في عربي 21، منظمات تحذر من كارثة إنسانية في مأرب من جراء الهجوم عليها. وفي الشرق الأوسط، البنتاغون يكشف رفض ثلث العسكريين الأمريكيين تلقي اللقاح المضاد لكورونا. الآن إلى المقالات، والبداية بمقال الكاتب ماجد السامرائي، وفيه تناول ما وصفها الفوضى الشيعية الإيرانية في العراق ضمن مقالة جاء فيها إن الفوضى المعتمدة على تزييف الشعارات واللعب بمشاعر الناس ثبتت هزيمتها في العراق، رغم أن محركيها الأصليين كانوا من زعماء الولايات المتحدة المالكة لأحدث وأرقى وسائل الإعلام والخداع والقتل والتدمير في العالم. فكيف سيصبح حال من يعبثون في إيران بوسائل تقنية أو بوسائل تقنية ليسوا هم أصحابها، لكنها مستنسخة كالاستنساخ الصيني الشائع وبأفكار لا تصلح لحياة العصر الحديث؟ إن لعبة الفوضى الأمريكية التي بشرت بالشرق الأوسط الجديد كان من ضحاياها العراقيون والسوريون والليبيون واليمنيون، بعد إشاعة وتبرير القتل والتدمير من أجل التحكم الأمريكي ثم الإيراني وتسليم السلطة لجياع المال والجاه. لقد نجحوا في تدمير دولة عراقية عريقة وتمزيق أواصر مجتمع كان متجانساً بطوائفه وأعراقه، ولم يفكر أي رئيس أمريكي حكم بعد المتورط الرئيسي بجريمة العراق جورج بوش الابن بوضع حد لهذا الانهيار وتصحيح لتلك النتائج الكارثية، لا في العراق ولا في باقي مناطق الفوضى الأخرى. وجد هؤلاء الرؤساء الأمريكيون أنفسهم عاجزين أو راضين بعد أن استلم محركات ومفاعيل نظرية الفوضى الخلاقة الجهنمية ولي الفقيه الإيراني علي خامنئي الذي استنسخها وطورها وجعلها ميداناً لوجستياً لبرنامج تصدير الثورة بأساليب ماكرة وبغطاء التشيع الفارسي بعد سرقة التشيع العربي من نجف العراق، معززة بدوافع الثأر من أهل العراق وبأدوات محلية عراقية جاهلة. قطعت تطبيقات الفوضى الشيعية الإيرانية غير الخلاقة شوطاً متقدماً في استكمال تدمير البنية البشرية للعراقيين إلى جانب بنيتهم المادية، خاصة ضد العرب السنة، وصنعت رموزاً جديدة للحكم من ميليشيات رديفة للحرس الثوري الإيراني شكلت أنموذجاً لبلدان عربية أخرى موضوعة على قائمة تصدير الثورة الإيرانية في طهران. ويضيف السامرائي: لا شك أن النتيجة ستكون هزيمتها في إيران والعراق، حتى وإن دفع الثمن أو دفع الثمن من دماء هذين الشعبين. سلط الكاتب خضير طاهر الضوء على الإعلان الحكومي الأخير بشأن اعتقال قتلة الناشطين والصحفيين في البصرة، عدا ذلك برسالة خداع لأمريكا في مقالة جاء فيها سوف تظهر وقائع المحاكمة السورية بالاتفاق مع المعتقلين على أن تلك الجرائم كانت اجتهادا فرديا من قبل بعض عناصر الميليشيات ليس أكثر، وستصدر الأحكام عليهم.
هل كان إعلان مصطفى الكاظمي عن إلقاء القبض على قتلة الناشطين في البصرة رسالة تودد وخداع من قبل التنظيمات الشيعية الماسكة بالسلطة لإدارة بايدن؟ كلنا يعلم أن الكاظمي وأجهزته الأمنية لا يستطيعون اعتقال ميليشياوي واحد ما لم تحصل موافقة قادة الميليشيات التي تتحرك حسب الأوامر الإيرانية، فمن أين جاءت الشجاعة للكاظمي وجعلته يصدر أوامر الاعتقال؟ ونحن قبل عدة أيام شاهدنا كيف أن أجهزة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية تقف ذليلة مهانة تتفرج على استعراض ميليشيا سرايا السلاح ببغداد، وقبلها سحقت الميليشيات صور الكاظمي وهددته بقطع أذنه. السيناريو يبدو كالتالي: خشي المحور الشيعي في العراق من جدية الإدارة الديمقراطية في محاسبة الحكومة العراقية والميليشيات المسؤولة عن قتلة المتظاهرين، بل أكثر من هذا، فإن المحور الشيعي يعلم أن لدى أمريكا معلومات تفصيلية عن جرائم قتل المتظاهرين، وستخرج لاحقاً إلى العلن وتسبب لهذا المحور المزيد من العزلة الدولية والعقوبات. لذا تمت مسرحية إلقاء القبض على قتلة الناشطين في البصرة بموافقة إيرانية ميليشياوية، وتم اختيار جريمة قليلة الضحايا في البصرة وليس بغداد أو النجف أو الناصرية رغم انكشاف المجرمين في هذه المدن، وكذلك تم تصوير الجرائم على أنها من فعل عصابات عادية وليست جرائم إرهابية كبيرة. خضير طاهر يقول أيضاً: قد تتم التضحية بالمجرمين وإعدامهم أو تجري عملية تهريبهم إلى إيران مثلما جرى تهريب عناصر القاعدة وداعش. الآن إلى مقالة جديدة: سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن وغياب الملف العراقي فيها، موضوع تناوله مركز راسان للدراسات الاستراتيجية في مقالة جاء فيها إن السياسيين في العراق يدركون أن إدارة بايدن لديها القليل من الوقت والموارد لتبديدها في بلادهم. شهدت بغداد مؤخراً تفجيرين انتحاريين مزدوجين في سوق مزدحمة أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين. كان هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ سنوات عديدة، ويأتي بعد يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو تذكير بأن المخاطر التي يواجهها العراق من التطرف لا تزال حقيقية، وأن وضع البلاد لا يزال محفوفاً بالمخاطر من نواحٍ كثيرة. ويعد الهجوم أيضاً بمثابة تذكير بأن العراق يجب أن يكون على أجندة إدارة بايدن، على الرغم من أنه يبدو لا يمثل له أولوية على الإطلاق، علماً أنه ستتم مراقبة كيفية تعامل بايدن وفريقه مع العراق عن كثب في الشرق الأوسط وخارجه بسبب تأثيره الاستراتيجي على سياسات الشرق الأوسط والتداعيات التي يتركها نجاح أو فشل حكومة العراق على مكانة الولايات المتحدة في العالم. ومن الملفت للانتباه أن واشنطن لم تذكر العراق حتى مع وجود شبه إجماع على أن إيران ستكون من بين أهم قضايا السياسة الخارجية التي ستعالجها إدارة بايدن في وقت مبكر. إن التعامل مع إيران وبرنامجها النووي بمعزل عن سياساتها التوسعية في المنطقة وخاصة في العراق هو قصر نظر، حيث أن تلك السياسات هي جزء من المشكلة ويجب معالجتها والحد منها، فلا يوجد سبب لأن يكون لإيران أي دور سياسي أو أمني في دول أخرى ذات سيادة كالعراق. في مقاله يضيف مركز راسام: هذا الأمر يقلق أولئك الذين يأملون في رؤية دور مهم وعلاقات وثيقة للولايات المتحدة هناك. أما بالنسبة لأولئك المتحالفين مع إيران الذين يرون في الولايات المتحدة تحدياً لخططهم، فإن هذا تطور مرحب به، لذلك يجب أن لا يحصلوا على ما يأملونه. التحورات الجديدة لفيروس كورونا والتي شغلت العالم مجدداً تناولته الكاتبة فايفلام في مقالة جاء فيها: في هذه المرحلة
تظهر تغييرات جديدة على نحو مستقل في أماكن مختلفة بما يسمى التطور التقاربي، ويمكن أن يكون عدد التغيرات المحتملة محدوداً. مر عام منذ انطلاق صفارات الإنذار الأولى بخصوص فيروس كورونا، ورغم التراجع في أعداد الإصابات ثمة مخاوف جديدة بدأت تطفو على السطح، وكان من شأن ظهور نسخ متحورة من الفيروس إثارة مخاوف في نفوس المتشائمين إزاء إمكانية حدوث موجة أخرى قادمة أكبر. بالفعل يتحور الفيروس بصورة أكثر عمقاً عما توقعه العلماء البيولوجيون الصيف الماضي، ومع ذلك هناك أبحاث جديدة توحي بأنه ربما تكون هناك حدود لعدد الحيل التي يمكن أن يفاجئنا بها الفيروس، وهذا ربما ييسر على اللقاحات مواكبته. وإذا كان العلماء قد فوجئوا بعض الشيء بالتحورات التي ظهرت للفيروس، فإن هذا يعود إلى أنهم لم يدركوا بالكامل بعد الأسلوب الذي يميل من خلاله الفيروس نحو التحور، ذلك أن التحور يحدث على نحو مختلف عما يجري مع الإنفلونزا أو فيروس نقص المناعة البشرية HIV، ويملك هذا الفيروس موهبة تغيير شكله من خلال التخلي عن بعض أجزاء شفرته الجينية. في وقت مبكر لاحظ عدد قليل من العلماء حدوث تلك الطفرات التي يطلق عليها طفرات بالحذف، وذلك من خلال دراستهم لعينات من الفيروس من مرضى لديهم أجهزة مناعة ضعيفة، ويمكن أن يتحول هؤلاء المرضى لما يشبه بوتقات لعمليات تطور الفيروس، نظراً لأن الفيروس يبقى داخل خلاياهم لشهور ويصنع نسخاً من نفسه طوال الوقت. وتضيف الكاتبة فايف لام أيضاً، قبل عام اعتقد البعض أن مسار الوباء يمكن التنبؤ به وفق صيغ بسيطة، وعندما أصبحت تعقيدات فيروس كورونا واضحة تراجعت ثقة العلماء في توقعاتهم. لكن هذا يعني أنه ليس هناك سبب لافتراض أن الوباء لن يختفي أبداً، تقول الكاتبة. عن الحرب في اليمن وتداعياتها والمعركة الفاصلة في محافظة مأرب، موضوع تناولته الكاتبة بشرى المقطري في مقالة بالعربي الجديد، جاء فيها إن اختلال الموقف الدولي حيال طبيعة الصراع في اليمن والقوى الإقليمية التي تغذيه يصب بمصلحة جماعة الحوثي وحليفها الإيراني، وهو ما تمظهر في تموضعها الهجومي في أهم الجبهات بالنسبة إليها، وهي جبهة مأرب. تدفع أطراف الصراع المحلية والإقليمية بثقلها العسكري لخوض معارك مفصلية في أكثر من جبهة يمنية، وذلك تحت ضغط الحراك الدبلوماسي الدولي الذي تشهده بعض عواصم المنطقة، والذي قد يفضي إلى تقاربات سياسية إقليمية دولية بشأن الأزمة اليمنية وإنتاج حلول بمقتضى الوضع العسكري القائم، إذ تركزت العمليات القتالية خلال الأسابيع الأخيرة في جبهات مدينة مأرب التي تعد معركة استراتيجية لجماعة الحوثي ووجودية بالنسبة إلى السلطة الشرعية، لكونها آخر معاقلها في شمال الشمال، حيث تجري معارك طاحنة بين المتقاتلين أدت إلى مقتل مئات من الجنود والميليشيات ورجال القبائل، وإلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة وتهديد حياة المواطنين، بما في ذلك تنامي موجات النزوح. كذلك تصاعد القتال في جبهات مدينة الحديدة، ودخل الطيران في المواجهات وإن لم تكن سوى جبهة لتخفيف الضغط عن مدينة مأرب، فضلاً عن تكثيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على المنشآت السعودية التي استهدفت مواقع حيوية ومطار أبها الدولي أخيراً، وفيما تهدف أطراف الصراع إلى استباق أو تحريك جدي للمسار السياسي بتحسين مواقعها العسكرية، ومن ثم تحسين شروطها التفاوضية. إن المعارك المحتدمة في مأرب والقوى المحلية التي تستبسل للدفاع عنها مثال على انقسام معسكر الحلفاء وضعفه. تضيف الكاتبة، مع خسائر ميليشيا الحوثي البشرية اليومية وفقدانها قيادات عسكرية تابعة لها، فإنها استفادت من الضغط الدولي على السعودية لوقف الحرب في اليمن
بما في ذلك شطبها من القائمة الأمريكية للإرهاب، وإن أبقي على بعض قياداتها في توحيد صفوفها وجبهتها الداخلية في اتجاه مدينة مأرب. الآن إلى المقال الأخير، وهو منشور في صحيفة القدس العربي، وجاء في مطلعه: الأزمات الإنسانية والمجتمعية في المحيط العربي وما تتعرض له الدول العربية من تفكك، موضوع تناوله الكاتب شفيق الغبرة. كلما اقترب العالم العربي من تغيير نمط العلاقة بين المواطن من جهة وصناع القرار من جهة أخرى، برزت عوامل تثبت الأسلوب القديم في السيطرة الكاملة على السلطات ثم على السياسة والبرلمان إن وجد، والصحافة والإعلام وحرية التعبير والمعرفة وحرية العمل السياسي. ما زال النظام السياسي العربي منغمساً بتطبيقات السيطرة المطلقة على المجتمع وأجياله الصاعدة، لكن تجارب المجتمعات مع اللامركزية والتغيير والحريات تؤكد بأن السيطرة المطلقة تؤدي إن استمرت لفوضى مطلقة، وأن الفوضى تسير بنا نحو الدولة الفاشلة. لهذا فالسيطرة ثمنها الدولة الفاشلة، كما هو حاصل اليوم في دول عربية كثيرة. في المقابل، إن ما يبدو على السطح من أنه سيطرة مطلقة على المجتمع وعلى حقوقه وحركته، وما يبدو أنه تجميع للسلطات في قبضة واحدة، يواجه تيارات مضادة له. فهناك تغيرات كبرى تقع في مجالات عدة، من أهم هذه التغيرات أن المواطن نفسه بدأ يرى التناقضات التي تحيط بواقعه، بل بدأ المواطن ومنذ بدايات الربيع العربي يبحث بصورة أكثر وضوحاً عن حكومة مساءلة، بدأ يعي بأن الفساد سيدمر مستقبل أسرته، وبدأ يبحث عن حقوق ثابتة تحميه من التعسف الحكومي أو من تعسف ذوي النفوذ. المواطن تغير، وهو لا يزال يتغير بينما يبحث عن علاقة جديدة مع الدولة تمكنه من محاسبة الفساد وتطوير نظام اقتصادي. يتابع الكاتب شفيق الغبرة: لقد سقطت المعادلة العربية القديمة، لكن المعادلة الجديدة التي تنادي بالاقتصاد المنتج وبالعدالة والمساواة والحقوق عاجزة حتى الآن، عجز عن تثبيت نفسها. ويضيف أيضا: هذا يعني أن قوة الدفع الأساسية ما زالت في منطقتنا تسير نحو الدولة الفاشلة. نجح باحث عراقي في ابتكار آلة لتلقيح نخيل التمر عن بعد، مستبدلا الطرق التقليدية كتسلق العمال للنخيل بالضغط على أزرار الهاتف المحمول. وحصل عقيل هادي عبد الواحد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة البصرة بفضل هذا الاختراع، حصل على جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها 13. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية في الإمارات لنخيل التمر والابتكار الزراعي عبر المنصة الافتراضية زوم. ويقوم مشروع عبد الواحد على تصميم وبناء آلة التلقيح الإلكترونية الذكية لنخيل التمر والسيطرة عليها عن بعد باستخدام إنترنت الأشياء. بحسب مصادر إعلامية، فإن الاختراع هو عبارة عن وحدة لنفث حبوب اللقاح يتم وضعها على رأس النخلة باستخدام أداة خاصة بعد ملئها بحبوب اللقاح، وتزال بالأداة نفسها في نهاية موسم التلقيح. وتكون هذه الوحدة مزودة بمستشعرات قياس الحرارة والرطوبة لترسل بدورها بيانات إلى وحدة تحكم مركزية حول التوقيت المناسب لنفث حبوب اللقاح. ويمكن للمزارع إدارة وحدة التحكم المركزية وإعطاء أمر لوحدة نفث الحبوب بالتلقيح من خلال الهاتف المحمول حتى وإن كان بعيداً عن مزرعته مسافة 100 كيلومتر. الآن إلى الكاريكاتير.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. دمتم دائما في أمان الله، إلى اللقاء.